يوتيوب. لا يزال لغز انهيار الحضارة القديمة لجزيرة القيامة باسكوا يحير العلماء ويثير الجدل فيما بينهم. وتجادل مجموعة من العلماء حول النظرية التقليدية التي تقول إن ذلك قد يعزى إلى معارك داخلية وفقاً لما جاء ببعض الدراسات. وجزيرة الفصح أو جزيرة القيامة هي جزيرة بركانية شكلها مثلث تقريباً، تقع في المحيط الهادي الجنوبي، وهي جزء من تشيلي، وتبعد حوالي 3600 كيلومتر غرب تشيلي القارية، وحوالي 2075 كيلومتراً شرق جزر بيتكرين. وتعتبر جزيرة القيامة إحدى أكثر الجزر المعزولة المسكونة في العالم، وتبلغ مساحتها 163.6 كيلومتر مربع. وتشتهر الجزيرة بالمواي العديدة، وهي التماثيل الصخرية الواقعة على طول الأشرطة الساحلية إدارياً، وتعتبر محافظة من منطقة فالبارايسو التشيلية. لم يكن من السهل أيضاً تفسير المفارقة الجلية والتي تكمن في تماثيل المواي الصخرية الضخمة، فبناؤها وتصميمها ونقلها يعد إنجازاً حضارياً كبيراً. وأبرزت مجلة Journal of Pacific Archaeology المتخصصة أن النظرية المجمع عليها حتى الوقت الحالي تؤكد أن سكان الجزيرة المذكورة اختفوا في سنوات عقد 1860 نتيجة سلسلة من الفصول المدمرة، بما فيها نزاعات داخلية وسوء استخدام مواردها الطبيعية. ويدل تاريخ عنصر الكربون المشع أن كارثة رهيبة أصابت الجزيرة عام 1680، فتوقف العمل في التماثيل فجأة ورحل الجميع عن الجزيرة أو اختفوا تماماً. ثم جاء بعدهم شعوب أخرى من جزر ماركيز الفرنسية والتي على بعد 5000 كيلومتر ليستقروا في الشمال الغربي من جزيرة القيامة، وهم الآن سكانها الحاليون كما كانوا يطلقون على تلك التماثيل اسم مواي. ومع ذلك قام فريق دولي من الباحثين بتحليل التركيب الكيميائي للأدوات المستخدمة في صنع التماثيل الرمزية المتشابهة في الجزيرة، وعثر على أدلة تشير إلى حضارة راقية كان أفرادها يتعاونون ويتشاركون المعلومات. وأظهرت نتائج التحليل الكيميائي لهذه الأدوات مستوى عاليا من التعاون في تصنيع التماثيل. ويوجد في الجزيرة ما يقرب من 1000 تمثال قد يصل ارتفاعها إلى 21 مترا. وتضم جزيرة القيامة المنعزلة مئات التماثيل الغريبة المتشابهة، وهي عبارة عن نموذج بشري محدد، لبعضها غطاء مستدير حول الرأس يزن لوحده 10 أطنان، وكل تمثال منها يمثل الرأس والجذع فقط، وبعضها له أذرع لكنها جميعا بلا أرجل. ولقد تم صنع هذه التماثيل من الرماد البركاني بعد كبسه وضغطه ثم صقله وتسويته، ويبلغ وزن كل تمثال 50 طنا، وطول كل منهم 32 مترا بالضبط. ولم يستطع العلماء حتى الآن تفسير لغز هذه التماثيل المتماثلة المنتشرة في كل مكان بالجزيرة خصوصا على سواحلها. واكتشف هذه الجزيرة المستكشف الهولندي ياكوب روجينفين عام 1722، وتقع في المحيط الهادي الجنوبي على بعد 3700 كيلومتر غرب تشيلي. وقد حكمت تشيلي الجزيرة منذ عام 1888، وعندما عثر عليها المستكشف الهولندي ياكوب روجينفين كان ذلك في يوم يوافق عيد الفصح أو القيامة، لذلك فقد أطلق عليها اسم العيد نفسه وسميت باسم جزيرة عيد الفصح أو جزيرة القيامة. وفي عام 1914 زار الجزيرة فريق بحث بريطاني، ثم تبعه فريق بحث فرنسي عام 1934. ولقد أظهرت نتائج الأبحاث أن الجزيرة كانت مأهولة بالسكان من شعب غير محدد من العصر الحجري الأخير، أي منذ حوالي 4500 عام قبل الميلاد، وأنهم قاموا في القرن الأول الميلادي بصنع هذه التماثيل الصغيرة التي في حجم الإنسان، ثم بعد ذلك بقرون أمكنهم صنع هذه التماثيل الضخمة. تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.